تتميز محافظة السويداء بوجود الكثير من الأوابد الأثرية التي تعود لفترات تاريخية مختلفة، ما يجعلها من أهم المناطق الأثرية في المنطقة الجنوبية. كثير تعتبر من القرى الرومانية اللي أنشئت بالقرن الثاني ميلادي بين الفترة 151 و 152. عتيل هي اسم لاتيني بيعبر عن المكان الحصين أو المكان القوي. طبعا في عنا معبدين اللي هن المعبد الشمالي اللي نحن حاليا موجودين فيه والمعبد الجنوبي. المعبد يمثل لإله الطقس اللي بني بال 151-152 ميلادي بعهد الحاكم كاراكيلا بقنوات، وكانت على علاقة قوية بقنوات، طبعا هي جزء من تابعة لمدينة قنوات. طبعا بميز هالمعبد هذا الواجهة الأساسية الموجودة والمزينة بزخارف نباتية. قرية عتيل والتي تبعد عن مدينة السويداء بحدود 6 كيلومتر تتميز بوجود الكثير من الآثار الرومانية واليونانية، وأهم تلك الآثار المعبد الشمالي الذي بناه الإمبراطور الروماني كاراكلا، والمعبد الجنوبي الذي بني في عهد الإمبراطور أنطونيوس بيوس. بلدة عتيل من أهم القرى الموجودة في محيط مدينة السويداء، عثر فيها على معبدين يعود بتاريخ ما إلى منتصف القرن الثاني الميلادي. هناك نقوش كتابية تثبت هذا الموضوع. طبعا المخطط المعماري لهذه المعابد يتلائم مع المخطط ذات التأثير الإغريقي الروماني. من بنى هذه المعابد هم أبناء المنطقة وأبناء البلدة نفسهم. كانت هناك عادة متبعة أن عدد من الأشخاص يمكن أن يتقدموا بمبالغ لدعم هذه المعابد أو بنائها، وهناك نصوص تأسيسية تشير إلى ذلك. هذه المعابد تتميز بواجهات زخرفية مميزة، أي ما يميز الزخرفة المعمارية في القرن الثاني والقرن الثالث الميلادي. من أهم الزخارف المعمارية توجد في معابد عتيل. وجود هذا المعبد في هذا المحيط الأثري يجعلها مقصدا سياحيا مهما، أي أن عتيل إذا من ناحية جغرافية هي على خط الزيارة للوفود السياحية، سواء السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. هذا الأمر مهم جدا. قربها من مدينة السويداء أيضا هي قيمة مضافة، قربها من مدينة قنوات أي أن المسار السياحي موائم جدا لهذه البلدة الأثرية المهمة. تسعى دائرة آثار السويداء بالتعاون مع المديرية العامة للآثار لتشجيع السياحة الأثرية لمحافظة السويداء وجعلها في دائرة اهتمام عشاق الآثار. من السويداء للإخبارية السورية شام حمدان.